قبل كنت تقول لي انه الامريكان تعايشوا مع فصائل المقاومه، الان تقول لي انه الامريكان وهذا يعني تراجع، اي يتراجعون. شلون استاذ نجاح والنائب حسين مؤنس اللي كان يحرض جهارا نهارا على قصف السفارة الأمريكية ويصفها بأن هي وكر للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، اليوم النائب حسين مؤنس يقول أنه هاي لا بعثة دبلوماسية ولا يجوز قصفها، وهو نفس اللي كان يحرض عليها. فالتراجع واضح يا أستاذ نجاح، لكن على زعامات محور المقاومة، إذا نتحدث عن السيد المالكي، نتحدث عن الشقيس الخزعلي، عن حسين مؤنس، عن غيرهم كثير، الخطاب تغير. بالتأكيد الخطاب تغير، وهذا يؤكد ما أقوله أنا في قضية أن نصف السفارة الأمريكية هي سفارة، هي قاعدة عسكرية. طبعا هذا معروف أن السفارة الأمريكية قاعدة عسكرية، لكن مع كل ذلك لم تجد الهيئة التنسيق اللي فيها ثمان فصائل مقاومة رئيسية اعترفت يوما بأنها استهدفت بعثات دبلوماسية على الإطلاق. وتأكد في السابق كما تعلم في زمن السيد مصطفى الكاظمي، تأكد أن بعض الجهات التي ليس لها علاقة بالمقاومة، يعني حتى محسوبة على سرايا السلام وجيش المهدي، كانت ضالعة في موضوع قصف السفارة، وهو مو قصف السفارة، قصف المحيط، محيط السفارة الأمريكية. من نقول الأمريكان يتراجعون ويتعايشون، خب بالمقابل لازم أكو ردة فعل إيجابية من قبل الطرف الآخر. نحن الآن في حالة هدنة، وأنا أتحدث بصراحة لا يتحدث بها غيري. طيب، الأمريكان مع الإيرانيين يمضون قدما نحو تفاهمات، ولاحظنا في الفترة الأخيرة صفقة تبادل الأسرى، وهذه الصفقة أو السجناء، هذه الصفقة كانت مهمة جدا للبريطانيين وللأمريكان تحديدا، لأنه حصل بعد إعدام إيران جاسوس مزدوج الجنسية علي رضا أكبري، هنا في لندن كان موجود واعتقلوه وبعدين استدرجوه وأعدموه، حصلت حالة إرباك قوية داخل الجواسيس أو عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية وحتى الإسرائيلية اللي يحملون الجنسية الإيرانية أيضا، وهذا عدم ثقة، فلهذا يعني يخلق عدم ثقة. فالأمريكان اشتغلوا على هذا الموضوع حتى يعطوا انطباع بأنه هم يدافعون عن عملائهم.